استيقظ. الرجل الثالث الذي تطارده الشرطة لقب باسم المخبول. كنت في 19 عندما قبض علي. عندما كنت فتى صغيرا كانت حياتي عادية. بدأت تصبح لدي مشاكل تحكم بالغضب في منتصف وأواخر مراحل المراهقة. أعتقد أنه من الصحيح القول إنني كنت متهورا وخطيرا. عندما كنت طالبا في جامعة ليدز سرقت في الشارع، لذا خططت للانتقام. صنعت قنبلة منزلية ووضعتها حيث يتسكعون على أمل أن يصابوا. هذه الشرطة، انبط حرضا. وجدت الشرطة القنبلة وفككتها لحسن الحظ. عندما قاموا بتفتيش منزلي وجدوا أسلحة عديدة ومعدات لصنع القنابل. حياتي كما عرفتها انتهت. كنت في 19 عندما قبض علي. حكم مؤبد قد يعني الموت في السجن. الحل الوحيد كان الهرب. أسهل طريقة لسجين للهرب هي عبر شاحنة السجن. كان يتم نقلي إلى سجن حماية مشددة في مكان ما في إنجلترا. كان الأمر الآن أو أبدا. مجموعة مفاتيح الأصفاد كانتا مع الشرطي أمامي. الهرب كان يعتمد على إرعابي له جدا لإعطاء المفاتيح. كنت قد خبأت سابقا حقنة تعطى تحت الجلد. وطعنت نفسي بيدي. استيقظ! أوقف الشاحنة! أوقف الشاحنة! قلت: تعلم إنه لدي مرض الإيدز؟ إن لم تقم بإزالة هذه الأصفاد عني سأطعنكم. لم أكن مصابا بالإيدز، نظرة واحدة إلى الحقنة والدم. قام بإخبار السائق، ثم سارعنا إلى مركز الشرطة، الأمر الذي كنت أعرف أنه الإجراء المتبع. عندما وصلنا هناك، الشرطي الذي كان بحوزته المفاتيح لاذ بالفرار. ترك الباب مفتوحا. هيا 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 بنا، هيا اركض بسرعة، هيا. علمت حينها أنني لن أتمكن من الفرار. لم أعلم إلى أين كانوا ذاهبين. كلما قادوا أبعد إلى الجنوب أدركت أنه سجن واحد فقط يبعد هكذا. سجن باركهيرست سمعته سيئة جدا. إنه مكان عنيف، يحتوي على أشخاص مدانين بالقتل وسفاحين ومتهمين بالإرهاب. كان أمرا مروعا. الجو العام له كان التعاسة واليأس. مباشرة بدأت بالتحري حول السجن للبحث عن طريق للخروج. كلما نظرت أكثر كان الأمر أصعب. كان علي اجتياز الحراس وآلات التصوير.
وسياج من الحديد بطول 6 أمتار محاط بأسلاك شائكة، ثم علي اجتياز حائط مع قبة مغلقة بإحكام موضوعة فوقه، وهو على جزيرة، لذا لديك صعوبة أخرى باجتياز الماء وصولا إلى الضفة. الثغرة الوحيدة في درعي باركهيرست هي أعمال التجديد التي كانوا يقومون بها. خارج نافذتي كانت هناك شاحنات وحفارات تأتي وتذهب يوما بعد يوم داخل السجن نفسه. إن وجدت طريقة لأخذ إحدى المركبات وهي في طريقها للخارج، فهذه وسيلتي للهرب. كيث، كيث، عرفت كيث من السجن الذي كنت فيه سابقا. كيث كان محكوما عليه بالمؤبد بتهمة قتل زوجة صاحب متجر في أوائل التسعينيات. قمنا بالتحدث. بدأ كيث بذكر إمكانية الهرب من سجن باركهيرست. اعتبرت كيث شخصا يمكنني الوثوق به، وإلا لم أكن لأتحدث معه بخصوص الأمر. كيث كان يراقب الحراس وبالأخص الأقفال، ولاحظ أنه بسبب تغيير الأقفال مؤخرا في السجن، جميع الأقفال الجديدة تم تغييرها لأقفال ذات ألوان مميزة. بعضها كان أخضر اللون والبعض الآخر أحمر. لم يحتوي السجن على العديد من الأقفال الخضراء، ولكن العديد منها كان بالأحمر. افترضت أن الأمن في باركهيرست معقد أكثر من ذلك بكثير. ظننت أنني لن أصدق كلامه. علي رؤية الأمر بنفسي. أمضيت يومين بالتجول حول السجن. تقريبا جميع الأقفال في السجن لها لون مميز. إن كان لديك اللون الأحمر فستتجول في 95% من السجن. وأيضا يمكنك الدخول إلى مجمع السيارات. إن تمكنت من الصعود إلى إحدى الحافلات فسأهرب. بدأنا نناقش بجدية التخطيط للهرب. قال كيث إن المفتاح عبارة عن قطعة مشكلة من الحديد. كل ما علينا التركيز عليه هو صنع قطعة مماثلة. تمكن من إقناعي أنه بإمكاني صنع مفتاح لهذه الأقفال. يقدم السجن العديد من الدورات، لذا سجلت في ورشة حدادة. كان الحراس يراقبوننا طوال الوقت، لذا كان علي التزام الحذر، ولكن الورشة وفرت لي إمكانية الوصول إلى ما أحتاج له لصنع المفتاح. في غرفة الموسيقى كان لديهم باب ذو قفل أحمر. محاولة رؤية القفل جيدا كانت أول تحد كبير بالنسبة إلي. كنت أحدق به لساعات متواصلة. كان علي تصميم هذا المفتاح ذهنيا لأتمكن من حل الأمر. وكلما أمعنت النظر بالقفل كلما أدركت مدى تعقيده. ولكن بعض المعلومات التي كنت بحاجة لها حصلت عليها من الحراس دون قصد. عندما ينامون ومفاتيحهم ظاهرة، تحصل على معلومات عن المفتاح من شكله. الأشكال البارزة في الحديد كان من السهل تشكيلها باستخدام الأدوات المناسبة في المشغل، ولكن صنع التفاصيل الأدق في المفتاح قد يتطلب العديد من الساعات ولا يمكن إنجازه في المشغل لأنه قد يراك أحد. لذا عملت في زنزانتي.
شعرت بالتوتر في كل مرة أخرجت بها المفتاح. لا يمكنك خلق أعذار لوجود نسخة من مفتاح في السجن. هذا يسبب الكثير من المتاعب. إنها مهمة تتطلب الجهد. كنت قلقا بخصوص إصدار الضجيج أيضا، إنه صوت يسهل تمييزه. ببطء شديد وعلى مدى عدة أسابيع تمكنت من صنع وتشكيل المفتاح الذي قد يفتح معظم الأقفال داخل السجن. المشكلة كانت إن أخطأت بتفصيل واحد صغير فلن يعمل المفتاح. غرفة الموسيقى كانت أنسب مكان لتجربة المفتاح. حسناً، من يريد كوب شاي؟ الأشخاص يدخلون ويخرجون من غرفة الموسيقى خلال الحصص، ولكن خلال استراحة الشاي كان العاملون والمساجين يتجولون بعيداً. وضعت المفتاح في القفل. لأمه تماما، ثم فجأة ساء الأمر. كان هناك أمر خاطئ. كان المفتاح ينحني. حاولت إخراج المفتاح من القفل. المفتاح كان عالقا. علمت إن حضر أحد الحراس وراء المفتاح فقد قضي علينا. كان هناك موظفون يدخلون ويخرجون من الغرفة، وطوال الوقت كان هناك مفتاح عالق في القفل وأنا جالس بجانبه. شعرت أنني جلست هناك لألف عام أنتظر رحيل الجميع. تمكنت من إزالة المفتاح، وأدركت أنني بحاجة إلى مفتاح أقوى بكثير. اضطررت صنع مفتاح آخر مستخدما معدنا أقوى بكثير باستخدام الفولاذ الصلب. صعب جدا قص الفولاذ بمنشار معادن طوله حوالي 3 سنتيمترات. لقد جرح أصابعي بطريقة بالغة. لذا اضطررت لصنعه ببطء شديد خلال مدة تصل إلى أسبوع أو أكثر. عندما اقتنعت بالمفتاح أخذته مجددا إلى غرفة الموسيقى. انتظرت إلى أن أصبحت لوحدي. وضعت المفتاح في القفل وقمت بلفه. شعرت بفرح عارم. السجن بأكمله كان مفتوحا أمامي. بإمكاننا الذهاب أينما نريد. ثم حصلت على أخبار سيئة. كان متداولا أن سجينين تم القبض عليهما وهما يحاولان سرقة حفارة أو شاحنة، والهرب من خلال مجمع المبنى، تماما كما كنا نخطط للأمر. تم تحديث وسائل الأمن بأكملها. ظننت انتهى الأمر، لن نخرج من السجن. تشاورنا بخصوص خطوتنا التالية.
قررت وكيث التفكير بطريقة بديلة للهرب مستخدمين هذا المفتاح. عرفت أن مفتاحنا سيفتح العديد من الأبواب الداخلية، ولكن لم أعرف أيها. قررت بناء خريطة ذهنية للسجن بأكمله. المفتاح بإمكانه فتح أبواب غرفة الموسيقى وصالة الرياضة ومشغل الحدادة، ومن خلال هذه الأبواب الثلاثة يمكننا الدخول إلى الساحة، ولكن علينا تخطي السياج والحائط للهروب من السجن. بالنهاية سنضطر لتخطي سياج فولاذي طوله 6 أمتار محاط بأسلاك شائكة، ثم حائط طوله 7 أمتار من الإسمنت الصلب، وعلى قمته قبة مغلقة بأحكام. الطريقة الوحيدة لتخطي هذا الحائط كانت بعمل سلم قوي والتسلق فوقه. بناء سلم طوله 7 أمتار كان تحدي كبير. بدا الأمر مستحيلا. فكرت في الأمر لعدة ساعات، ولكن أدركت أن الأجوبة التي أبحث عنها موجودة في المشغل. يمكننا بناء سلم خلال الحصص وإخفاء أجزائه حول المشغل، ثم باستخدام المفتاح يمكننا الدخول إلى المشغل وتجميع السلم وأخذ قاطع الأسلاك، ومن هناك نقطع السياج ونتسلق الحائط. المشكلة الوحيدة كانت أنه تم منعي من دخول المشغل. احتجنا لتوظيف شخص آخر لصنع السلم لنا. شخص واحد ناسب المواصفات لأنه شخص موثوق به ومستعد للهرب. إنه أندي روجر. أندي ينفذ عقوبة سجن مدى الحياة لقتله حارس أمن. قد يبقى 20 عاما، وكان مصمما على الهرب. بما أن أندي كان مسؤولا عن المشغل، فقد كان محل ثقة وبإمكانه الوصول إلى كل شيء في المشغل، الأمر الذي جعله مناسبا. ظن العاملون أن أندي يعمل على أمور مختلفة السجن بحاجة لها. لم يستجوب أبدا عما كان يقوم به. يتكون السلم من 6 أنابيب تدفئة مركزية، وبوصلها مع بعض يصبح طول السلم 7 أمتار. استغرق 3 أسابيع لصنعه. كان مخبأ بقطع في أرجاء المشغل. كانت الخطة أن نجمع السلم في إحدى الليالي. واتفقنا أن نبدأ عملية الهرب من صالة الرياضة لأنها تحتوي على أضعف أمن، ولكن أيضا واجهتنا مشكلة. هناك بابان من الصالة الرياضية علمنا أن بإمكاننا فتحهما، ولكن في الخارج هناك بوابة ثالثة والتي لم أتمكن من تجربتها. كنا بحاجة للدخول من تلك البوابة للوصول إلى مشغل الحدادة. نأخذ السلم ثم نجتاز السياج والحائط. بالرغم من عدم معرفتنا إن كانت البوابة الثالثة ستفتح، جميعنا اتفقنا أن أفضل طريق للخروج هو بالعبور من الصالة الرياضية. ثم حصلنا على أخبار كارثية. أدرك أندي أنهم سيقومون بتغيير مكان المشغل. لن نتمكن من الوصول إليه بعد الآن. المكان الجديد له مجموعة مختلفة من الأقفال. سنضطر لعمل مجموعة جديدة من المفاتيح. هذا يعني أنه علينا العمل بأقصى سرعة طالما لدينا إمكانية الوصول إلى المشغل ومعداتنا. هذا ما سنفعل، وقررنا التحرك. الصالة كانت ممتلئة.
كان هناك العديد من السجناء يتجولون. كنا متوترين جميعا. كانت الخطة أن أسبق الجميع وأفتح الأبواب وأن أعود إلى الصالة وأومئ لآندي وكيث ويسرعان إلى المشغل وأنا ألحقهما وأغلق الأبواب وراءهما. سيتم تفقد صالة الرياضية بعد نصف ساعة. كنا مستعدين. بعد أن تأكدت أن الطريق سالكة وضعت المفتاح في القفل وأدرته وفتح الباب. المفتاح ناسب البوابة التي خلفه أيضا. كانت الأمور جيدة إلى الآن. ثم ركضت باتجاه البوابة الثالثة. خطتنا كاملة تعتمد على قدرتنا على عبور البوابة تلك. دون الدخول لساحة التمرين لن نصل إلى المشغل أبدا. لكانت أدواتنا كلها بدون فائدة. لم يدر المفتاح. حاولت العبث به وتحريك المفتاح داخل القفل. وبالنهاية نجح المفتاح. ركضت مجددا إلى صالة الرياضية. كيث وأندي كان ينتظران الانطلاق. كانت لدينا 25 دقيقة لتركيب السلم وعمل ثقب في السياج وتسلق الحائط. كنا نعلم أنه هناك عدة ثوان قد يرانا بها أحد يراقب الكاميرات. أول إشارة تدلنا أنه كشفنا هي خروج الحراس إلى الساحة. على بعد 6 أمتار من باب المشغل سمعنا حركة بوابة. ثم خرج شرطي ومعه كلب مخدرات. يركض الكلب أمامي مباشرة على بعد 6 أمتار من موقعي. نظر باتجاهي. نظر إلى الظلال حيث كنت أقف وكنت أحدق إليه مباشرة. ظننت أن الأمر انتهى. قبض علينا. صفر الشرطي لكلبه. لم أصدق الأمر. لا يمكننا الانتظار، الوقت يمضي. سيتفقدون صالة الرياضية بعد 20 دقيقة. دخلنا إلى المشغل. بدأ أندي بتجميع السلم. جلبت قاطع الأسلاك لنتمكن من عبور السياج وبعض الأسلاك الكهربائية لنستخدمها كحبال لننزل إلى الجهة الأخرى من الحائط. جمع السلم في 10 دقائق. كان الأدرينالين يتدفق بشدة بتلك اللحظة وركضنا بسرعة كبيرة. الخطوة التالية هي عمل ثقب بالسياج وعمله بسرعة كبيرة ووضع السلم قبالة الحائط. كنت أتوقع قدوم العاملين في أي لحظة راكضين بجميع الاتجاهات. كنا الآن نواجه آخر عائق في السجن، الحائط.
كنت قلقا جدا. لم نعلم ما الوزن الذي سيتحمله السلم. عندما وصلت إلى القمة اضطررت أن أقوم بسرعة بإنزال الحبل الكهربائي أسفل السلم. بينما كان أندي يتسلق السلم كنت أستعد للنزول إلى الجهة الأخرى. كان شعورا غريبا عندما قفزت خارجا ولم أصدق أننا نجحنا. لم يكن لدينا وقت كاف لاستيعاب التجربة. ظننت فقط أننا نجونا. المرحلة التالية كانت الهروب من الجزيرة. شرح لي كيث أن لديه رخصة قيادة طائرة وأن هناك 3 مطارات في آيل أوف وايت تبعد 5 دقائق بالسيارة. هدفنا التالي كان الحصول على مركبة وأخذها إلى مهبط سانداون. يقوم كيث بتشغيل الطائرة عن طريق الأسلاك ونستخدمها للوصول إلى اليابسة. بحلول هذا الوقت كانت الساعة تدنو من 7 ليلا. عند 7 هناك تفقد للطابور، لذا كان لدينا على الأكثر 5 دقائق قبل أن يشك الحراس أننا مفقودون من السجن. فكر كيث سريعا وقال لنستقل سيارة أجرة، وظننت أنها فكرة سيئة جدا بالبدء، إلى أن قام كيث بالشرح. قال: نحن مجرد أشخاص عاديين نتمشى في الشارع، كان بحوزتنا بعض المال والذي هربناه داخل السجن. اقتنعت، سنستقل سيارة أجرة وفي غضون 5 دقائق سنكون ابتعدنا عن السجن. ووجدنا سيارة أجرة مباشرة تقريبا. أدركت في سيارة الأجرة أن أجراس الإنذار على الأغلب قد دقت. تلقيت خبر الهروب بعد 8 مساء بقليل. أجل، كنت على دراية أن أي شخص تمكن من الهرب من باركهيرست هو شخص خطير جدا، فما بالك لو هرب 3؟ أعطيت تعليمات مباشرة بتحريك 250 شرطيا لإجراء بحث في أنحاء الجزيرة، لوضع الرجال على العبارات على اليابسة، لوضع حواجز ماكنة حول الجزيرة لمنع المساجين من الهرب. آيل أوف وايت يصبح مثل سجن جزيرة ألكاتراز. بإمكانهم الهرب من السجن ولكنهم عالقون على جزيرة. توقفت السيارة ثم مشينا جميعا إلى مهبط سانداون. شعرت بحرية تامة لدى وصولي إلى المهبط. بدا المهبط وكأنه حقل وكان معتما تماما، وكان هناك حارس واحد في كوخ صغير. لم نستطع السماح للرجل برؤيتنا. كان من المريب جدا رؤية أي شخص يترصد في المهبط خلال الليل. تمكن كيث من فتح مقصورة الطيار وبدأ بتفقد الطائرة. لما يأخذ الأمر طويلا؟ لم تكن هناك بطارية في الطائرة. قال: أنا آسف، سنضطر لتجريب طائرة أخرى. إن لم نتمكن من تشغيل تلك الطائرة علمنا أن خطتنا فشلت وأننا عالقنا. أوه نعم، لوحة القيادة أضاءت مباشرة. شعرت بالفرحة وظننت هذا أمر رائع لنحلق بها.
للأسف قال كيث إن هذه آلية داخل الطائرة لتفقد الطائرة، ما زال علينا تشغيلها كما نفعل مع محرك المركبة. أنحن بخير؟ وهنا واجهنا المشاكل. كان القفل معقدا جدا. بدأت أشعر بالذعر هنا. شعرت بالإحباط لأنني عرفت أننا لن نغادر الجزيرة قريبا. قررنا التخلي عن فكرة الطائرة. سنستخدم قارب، سنستخدم قارب، هيا بنا. شعرت بالحزن تماما لأننا تركنا الطائرة واقفة في الساحة. وما جعل الأمر أسوأ معرفتي أن الشرطة تبحث عنا الآن. عندما سمعت عن الهرب قاموا بإطلاق كلمة سر. عندما تسمع الكلمة السرية عليك التوجه إلى أقرب مغفر شرطة. تلقينا بيانا موجزا وسريعا عن الوضع. ردة فعل الأولية كانت أن يتم القبض عليهم. عندما تعلم أنهم سجنوا بتهمة القتل تعلم أنه ليس لديهم ما يخسرون. كيث روز 45 عاما هدد بالانتقام. أندي روجرز يقضي عقوبة السجن مدى الحياة. والرجل الثالث لقب بالمخبول. مشينا لحوالي 4 إلى 5 ساعات. لم نحصل على طعام أو شراب لمدة 12 ساعة وكنا محطمين. وجدنا كوخا مهجورا. كان البرد قارسا تلك الليلة ولم يكن هناك ما يحمينا من البرد سوى قطعة كبيرة من البلاستيك. كانت الريح تهب من الفراغات في الخشب ورجفنا طوال الليل. انتقلت فرق البحث هنا إلى الساحل الجنوبي قليل السكان على الجزيرة. سيتفقدون أميالاً من الساحل والعديد من العقارات المنعزلة. علمت أن عملية البحث ستكون مثل البحث عن إبرة في كومة قش. إنهم ماكرون، مخادعون، وخطرون. كان همي الأول هو أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة سيحجزون رهائن ويختبئون في مكان ما. اضطررنا للتأكد في كل مرة بحثنا فيها داخل ملكية ما أن نبحث بدقة وأن الأشخاص داخل الملكيات ليسوا رهائن. إحدى المعدات التي أخذتها معي كانت أدوات الحلاقة. كيث حلق لحيته. مظهر كيث اختلف تماما لما تمكن من تمييزه. وعرفنا أن هذه أفضلية كبيرة. تمكنه من الخروج وشراء الحاجيات من المتاجر المحلية. ظننت إن تم القبض على كيث لن يتطلب الأمر كثيرا ليبدأوا بالبحث في الأماكن التي على مقربة ويجدون بسرعة. قبل أن يغادر كيث عقدنا اتفاقا إن لم يعد في غضون ساعة ونصف سنفترض أنه تم القبض علي، وحينها نغادر الكوخ ونذهب في حال سبيلنا. هناك العديد من المنازل والمساكن المعزولة في الريف حول السجن. كان هناك منزل منعزل انطلق جهاز الإنذار فيه. هذا يفرض تساؤلا، هل هم هناك؟ الجلوس في ذلك الكوخ كان مروعا. كنت قلقا أن تجدنا الشرطة في أي وقت. كان هذا أسوأ كابوس لي. أوه لا،
كان إنذارا كاذبا. شعرنا بالإحباط، علينا أن نقبض عليهم، علينا أن نكمل البحث إلى أن نجدهم. أندي وكيث كانا يشعران بالتوتر وأرادا تغيير موقعنا. أنا أردت البقاء. كان برأيي أنه كلما انتظرنا أكثر زادت فرصنا بالحصول على قارب. اقترح كيث أن يتصل بأحد أصدقائه الذي قد يتمكن من القدوم إلى الجزيرة ويضعنا في شاحنته ويأخذنا بعيدا عن الجزيرة. لم تعجبني الفكرة، لم أعلم من هو هذا الرجل، لم ألتقي به من قبل، وقلت لكيث لا تتصل بأحد. خرج كيث تلك الليلة ليجلب الطعام والشراب كما فعل من قبل. وعندما عاد أخبرنا أنه اتصل بصديقه. علمت أنك ستفعل شيئاً غبياً. شعرت بغضب عارم. لم يكن هناك داع لإخبار أحد أين كنا أو الحالة التي نحن بها. إننا فريسة سهلة إن بقينا هنا. قررت أن علينا ترك الكوخ مباشرة. علينا أن نجد قارباً في الميناء وأن نغادر هذه الجزيرة الآن. بدأنا المشي متفرقين. أندي وكيث كانا في المقدمة. الهدف من هذا كان إن تمت رؤية أحدنا فهذا يعطي الفرصة لاثنين آخرين بالهرب. انطلقت بدورية للبحث. عندما وصلنا إلى حافة الطريق رأيت رجلين يمشيان ورأسيهما منخفضين. توقفوا! قررت الهرب وحدي. مهما حدث الآن فأندي وكيث هما لوحدهما. لا تفكرا بالأمر. ادخل. صرخت عاجلا. تم القبض على روز وروجرز. ويليامز لاذ بالفرار. علمت أن مدربي الكلاب سيكونون في طريقهم الآن. طلبت طائرة أيضا لأنني علمت أن لديها تصويرا حراريا. كنت مركزا على الركض بأقصى سرعة وإلى أطول وقت ممكن. هذا فقط ما كنت أفكر به. استمر في الركض. لم يتم القبض عليك بعد. استمر في الركض. رأيت العديد من القوارب وبالحجم المناسب. رأيت قاربا صغيرا مربوطا بواحد كبير. كان باستطاعتي رؤية أضواء المصابيح. كانت مجرد مسألة دقائق قبل أن يجدني رجال الشرطة. الشرطة كانت تتقدم خلال الأشجار. بدأت أحاول فك العقد. كانت مربوطة بإحكام. كانت ليلة قارسة البرودة. كانت يداي متجمدتين والحبال متجمدة ولم أتمكن من الوصول إلى داخل العقد لفكها. لم يستغرق الأمر كثيرا لوصولنا إلى الموقع. اشتم الكلب الرائحة مباشرة. تابعنا التقدم نحو ميناء القوارب. كان اعتقادنا أنه متجه إلى الميناء، ربما ليجد قاربا ليصل إلى الجزيرة. تمكنت من رؤية ضوء ساطع أبيض من خلال الأشجار. كان قادما باتجاهي، وأيضا سمعت صوت طائرة مروحية.
المشكلة أن الطائرة مزودة بتصوير حراري، أي أن بإمكانها تمييزي، بإمكانها أن تجدك تحت أي سطح. الطريقة الوحيدة الواقعية التي فكرت بها لتجنب التصوير الحراري كانت أن أغوص تحت الماء. كانت المياه متجمدة، جسدي صدم. كان أملي أن الطائرة ستقوم بمسح المنطقة، وإن لم تجد شيئا فستكمل طريقها أبعد إلى الساحل، وحينها أتسلق خارج المياه وأعود من حيث أتيت. ظللت أمل أن تكمل الطائرة طريقها. استطعت الإحساس بجسدي يتوقف عن العمل، والألم أصبح لا يحتمل أبدا. بدأت أخسر جميع حواسي، بدأ سمعي يخف، لم أتمكن من الرؤية جيدا، لم أحس بيدي وقدمي. توقفت عن الارتجاف وعلمت أن هذا أمر سيء. كنت أبعد دقائق عن الوقوع في غيبوبة. ابتعدت الطائرة، لذا سحبت نفسي خارج المياه إلى مرسى السفن، وأملت أن يكون جسدي باردا جدا ولا يتمكن التصوير الحراري من التقاطه، لذا أعطاني بصيصا من الأمل أنه لا زال بإمكاني الهرب منهم. سمعي ضاع تماما، كل ما استطعت سماعه هو أنين عال، لم أتمكن من رؤيتي سوى القليل. فجأة أحد زملائي الذي كنت معه رأى شخصا يتحرك. توقف توقف، أنت هناك، توقف. عندما اقتربنا منه قفز في الماء. اخرج من هناك، ماذا تفعل؟ وقفنا على الضفة وأمرناه بالخروج ولكنه لم يفعل. هيا تعال. قفزت في المياه وراءه ودفعته باتجاه المرسى. أذكر بوضوح عندما التفت نحوي ونظر إلي، إنها نظرة لن أنساها أبدا. كانت نظرة حيوان مطارد استسلم، استسلم كليا. حينها لم يكن لدي خيار، تم القبض علي. وضعت في الحبس الانفرادي. عاد نظري وسمعي بسرعة كبيرة، ولكني مرضت كثيرا لعدة أيام بعدها. سجنت 16 عاما بعد الهرب. وبغض النظر عما حدث، صممت على الهرب مجدداً.